أما الذين ابتعدوا عن المساجد وابتعدوا عن كتاب الله عز وجل فوالله إنهم يشعرون بضيقة عظيمة، لأن الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.